دكتور عماد ميزاب دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي تداوي الاعشاب. صباح الخير او ماشي صباح الخير دابا ديال 12:15 ليل. زوال الخير. السلام عليكم دكتور عماد. السلام عليكم اختي سناء. مرحبا بك معنا في حصه جديده. مرحبا وترحب بك جنة ان شاء الله انت وجميع الاخوات والاخوان وكاع اللي كيستمع لينا. كنتمنوا ان شاء الله يعم عليهم الخير والفرح والسعاده والصحه والعافيه يا رب. وبدايه اسبوع اللهم امين يا رب العالمين. دكتور عماد كنذكر بانك دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. دكتور عماد اللي دائما كيحمل لنا وصفات ونصائح جدا مفيده واللي كتستجب لكل حاجياتكم مستمعتنا. فاليوم كتابعونا مباشره عبر الصفحه الرسميه ديال فيسبوك سناء الزعيم اصوات ولكن ايضا عبر الحساب الرسمي ديالي ديال انستغرام سناء الزعيم اوفيسيال. واليوم غادي نعملوا هذا المباشر لانه جد 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 مهم. غادي نهضروا معكم على انواع الزراره المستعمله بكثره بالمطبخ المغربي. كنشوفوا على انه هذه الانواع ديال الزراره او الغران او البذور الطبيعيه دخلت في تحضير انواع الخبز فضلا عن كثير من المخبوزات من الحسوات الحلويات الدوازاتاي. ولينا كنلقاو الكريب بالزريعه القراشل بالزريعه البطبوط بالزراره وكذلك تنكه اطباق وانواع ايضا ديال السلطات لانها كتدردر على الشلاضه خضراء وكتقدم لانه القيمة الغذائية ديالها مرتفعة ومهمة ولينا كاملين بحال الطيور. هادي ما علينا غير طبعا مستملحة ولينا كاملين عندنا يعني هاد العادات لأنها صحية لأنها عودة إلى الطبيعة. ولكن في نفس الوقت بغينا نعرفو شنو هي أحسن طريقة لاستعمال البذور أو الزرارة في شهر الصيام. كيفاش نستفدو من المنافع الغذائية ديالها؟ واش هاد البذور كيقدر يستعملها اي انسان ولا هناك بعض الحالات اللي تقدر تكون مضره؟ ماشي هي ولكن ربما طريقه الاستعمال ديالها او طريقه الطبخ ديالها. فهاد الشيء اللي غنتكلموا عليه معكم اليوم مباشره في برنامجكم حديث ومغزل. كنبعث لكم سلام كبير وكنقول لكم مرحبا بكم وبكل اسئلتكم طبعا المباشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ايضا عبر رقم الاستوديو 0522 77 24 24. اول شيء اتفقت انا والدكتور عماد غادي نبداو معاه هو نحددوا الاسماء ديال هاد البذور. اختارينا واحد العشرة عندنا اليوم واحد اللائحه اون ليست ديال 10 ديال الانواع ديال لي غرين او البذور وغادي نعطيو الاسماء ديالها بالدارجه يعني كيف هي كنتعاملوا بها في الثقافه المغربيه ولكن ايضا الاسماء ديالها باللغه العربيه كيف متعارف عليها عند الشرق وفي الشام لانه اليوم كثير من الناس اللي كيتبعوا ايضا الدكاتره واختصاصيين في المشرق فبالتالي دخلات ايضا الاستعمال ديالها باللغه العربيه وكذلك اللغه او التسميه ديالها في اللغه الفرنسيه. فدكتور عماد احنا غادي نبداو بالقائمه نعرفوا شنو هي والاسم كل حاجه وغادي نمشيو دقه دقه وخطوه خطوه. مرحبا. القيمه ديال كل وحده من هاد الزراره وكذلك لمن صلح ولمن ما تصلحش. مرحبا. اذا غادي نبداو اول شيء بالزنجلان. الزنجلان اللي كنسميوه طبعا بالعربيه السمسم بالفرنسيه سيزام او لو سيزام. شنو المنافع ديال لو سيزام دكتور عماد؟ فالزنجلان كنلقاو فيه الفيتامينات المجموعه ب، كنلقاو فيه الفيتامين دي وكنلقاو فيه الكالسيوم وكنلقاو فيه مواد اللي كتثبت لنا هاد المكونات هذه او اللي كتثبت لنا خاصه الفيتامينات اللي كتكون عندنا في التاس ديالنا. فالزنجلان من المواد الطبيعيه اللي كتعاوننا باش هاد الفيتامينات كنستافدوا منها 100% في الجسم ديالنا. والزنجلان اللي فيه جوج ديال الانواع يعني الابيض والاسود اللي هما وكاين حتى اللي غادي للقهوي. فكاين البلدي ديالنا اللي كيكون قهوي ولكن هنا واخا يكون اختلاف الانواع ماشي مشكل ان كلها كتصب في نفس المنفعه للجسم ديالنا. نعم. الزنجلان شكون اللي كتنصح به يستعمله؟ فالزنجلان كنصح به صغار وكبار لان ما فيهش اعراض جانبيه والا مشينا في الا الوليدات الصغار عندهم معلقه كبيره في اليوم والناس الكبار عندهم جوج معالق كبار في اليوم. كمية اللي هي معقولة واللي ما غتأثرش وما غتعطيش أعراض جانبية. إذا هذا الزنجلان. غادي نشوفوا النوع الثاني ديال الزرارة اللي درنا في القائمة ديالنا أو لو توب 10 ديال لي غرين لي بلوز يوتيليزي. غادي نهضروا على زريعة الكتان بذور الكتان
أو لغرين دو لان أو لولان. نعم. شنو هي القيمة ديالها؟ فالكتان اللي فيه واحد النوع ديال واحد المادة لزجة كيتسمى الميسيلاج، هذا الدور ديالو انه كيعطينا واحد الترطيب ديال العروق ديال الداس ديالنا، وكيعطينا كذلك واحد الفائده كبيره للجهاز الهضمي ديالنا. فيه الحديد، فيه المغنيسيوم، فيه البوخ، واحد النوع ديال 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 المركبات الكيميائيه اللي مهمه جدا في التصفيه ديال الداس. غير هو الكتان قلنا وكان حصريه في حديثه مغزل مع سناء الزعيم اللي قلنا انه سام الى اعطيناه درجه الحراره جد مرتفعه. اذا كيفاش غنصايبوه؟ كنصايبوا داك الوصفه ديالنا وديك العجين، داك الخبز او اي معجن بغينا نديروا فيه هذا الكتان. نعم. حتى كيطيب، حتى كيقرب يطيب، يعني صافي ما بقى ليه والو، كندردرو فوق منه زريعه الكتان. زريعه الكتان غادي نمشيو بها معلقه كبيره في كل كيلو ديال العجين، والاستعمال ديالو كنصحكم انه يتستعمل مره واحده في الاسبوع، هي 4 ديال المرات في الشهر، فهذه كميه معقوله كذلك وكميه امنه. نعم. اللي ما يمكنش تعطينا اعراض جانبيه للداس ديالنا. اللي ما كياخذش الكتان هما الوليدات الصغار قل من 10 سنين، فهاد الفئه ديال الناس او هاد الفئه ديال الوليدات ما خصهاش تاخذوا. علاش؟ لان كياثر على الكبد، والكبد كيكون مازال ما تكونش مزيان، وهنا كيمكن يعطينا مضاعفات على المستوى ديال الكبد ديالو. الماده الثالثه ولا انواع الزريعه الثالثه هي زريعه الشيا او حبوب الشيا، لي غرين دو شيا او لي غرين دو كاريتي. الكاريتي، فهنا كما قلنا ان كاين جوج تسميات، والكاريتي هي الشيا، فانا غير الاسماء التجاريه. الشيا كنمشيو للنوع اخر ديال المواد المفيده للداس ديالنا اللي هي الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، اوميغا 3 6 9، هادو يعني اوميغا 3 6 9، هادو كاملين مهمين. لاش؟ الجهاز كنقولوا حنا الجهاز الدوراني او الجهاز ديال القلب او القلب والشرايين، فكتمشي اكثر لهاد الماده هادي، كتعطينا لو تونوس، يعني كتعطينا ديك القوه العضله ديال القلب وكتجبرها، كتعاون القلب باش كيشتغل بواحد الطريقه طبيعيه وطريقه امنه. يعني حتى الانسان مثلا ملي كيتعرض لبعض الصدمات او بعض يعني كيتوتر او كيوقع له بعض الصدمات على المستوى ديال القلب ديالو، فهاد لي زوميغا مهمين جدا في الحفاظ على الصحه ديال القلب ديالنا. عندنا النوع الرابع هو الزريعه البيضاء كيف كان متعارف عليها، او زريعه القرعه الحمراء، او بذور اليقطين، او لي غرين دو كورج. نعم. ف يعني هذه الماده هذه او هذه المكونات اللي هي مهمه جدا واللي خصها تدخل دائما في المائده ديالنا. فالزريعه ديال القرعه الحمراء مهمه جدا، ففيها البيتا كاروتين، فيها الكلوروفيل، فيها الكروم. فالكروم حتى هو من المواد المهمه، وهي حليفه الرجل اكثر، لانها كتعاون الجهاز البولي ديالو وكتعطينا واحد الوقايه ضد البروستات. نعم. وكذلك بالنسبه للمراه فهي توازن الهرمونات النسويه، فالا خديناها هذه الزريعه البيضاء. الزريعه البيضاء فمنافع لا تحصى. علاش؟ حيت هضرنا على القرعه الحمراء، ولكن هنا المركز ديال هاد المواد الطبيعيه اللي كنلقاوها في الزريعه ديالها، والكميه غادي تستغربوا اللي غتكون كافيه باش تعطينا هذه الفائده كامله، هي معلقه صغيره ديال زريعه القرعه الحمراء في اليوم. يعني تكون مطحونه، ناخذ معلقه صغيره ديالها او ناخذوها حبيبات، فهي كافيه اننا ناخذ الفائده. شحال ما كلينا منها فهي ما غتاثرش، ما تعطيناش اعراض جانبيه. الميزه ديالها ان الوليدات كياخذوها من السن ديال 3 سنين فما فوق، كيمكننا نعطيهم الزريعه ديال القرعه. وفيها اذا المعلومه انا اللي كنسطر عليها بالاحمر هي انه فيها وقايه من امراض البروستات عند الرجل. اكيد كتعطينا وقايه جميله جدا، والعديد من الادويه اللي كتدخل في التركيبه ديال العلاج البروستات كتكون من لي بيبان دو كورج، ولا كتكون من هاد البذور ديال. نعم. ديال القرعه الحمراء. الزريعه الكحله حتى هي يعني معروفه بزاف، مستهلكه كثير عندنا في المغرب. نعم. اليوم كتباع بلا القشور ديالها. نعم. الزريعه الكحله هي بذور نوار الشمس او لي غرين دو تورنوسول او لي بيبيت نوار. شنو المنفعه ديالها؟ الزريعه الكحله اللي مع الاسف بزاف ديال يعني الناس مشات بواحد الفكره ديال انها كدير المصرانه الزايده. نعم. وكانت هذه الفكره هذه متوارثه، ولكن الا خدينا اللب ديال الزريعه الكحله. نعم. هذاك اللب ديال الزريعه الكحله بغض النظر انه غني بلي زوميغا،
غني حيت هو منه كنستخرجوا زيت نوار الشمس. نعم. كنعصروا هذوك البذور. ولكن اللي كيهمني تما هو لا جلوتاتوين. لا جلوتاتوين هي عباره على واحد الماده مضاده للالتهاب طبيعيه. هي ومني كتمشي في الداس ديالنا فهي كتجبر كترمم لينا الالتهابات اللي كتكون عندنا على المستوى ديال الداس كامله، يعني حريق او مثلا بروده او اي التهابات كتكون في الداس ديالنا في الزريعه الكحله. نعم. كتخاد ومهمه جدا النمو ديال الاطفال. الزريعه الكحله، الزريعه الكحله، فاللب ديال الزريعه الكحله من الاحسن ندخلوها في التغذيه عند الوليدات، نخلطوا لهم مع داك الخبيز جميله جدا. وتا هي كتمشي في العبار ديال السمسم، هذه المعلقه كبيره بالنسبه للوليدات الصغار وجوج معالق كبار بالنسبه للناس الكبار في اليوم. دائما نعم. هذا القدر هو القدر اليومي اللي كنحتاجوا له طبعا صغار او كبار. غادي نهضروا الان على الخشخاش او لي غرين دو بافو او لو بافو. نعم. شنو منافعه دكتور؟ لانه هو مستعمل كثير عندنا. فالبافو، البافو اللي فيه واحد الماده سميتها لا بابافيرين وكاين فيها لا كودين، هادو جوج ديال المواد، غير هو خصنا ناخذوا الحيطه والحذر في الاستعمال ديالو، لان الا فتنا الكميه المسموح بها يمكن ياثرني على الجهاز العصبي ديالنا. علاش؟ لان كنعرفوا هاد لا بابافير، هاد لا بابافيرين وهاد الكودين هما مواد للتهدئه، مواد اللي كتهدئ لنا الجهاز العصبي ديالنا، الخشخاش. فكنصح بهاد الخبيزات اللي كيكونوا ديال الخشخاش يتخادوا في الليل فوالا في لو سوار يتخادوا، فهما كيعاونوا على التهدئه ديال الاعصاب. الكميه المسموح بها فغادي ناخذوا نص معلقه صغيره ديال الخشخاش، هي اللي كنديروها في نص كيلو ديال العجين. هكا غادي نديروها بطريقه امنه ما يمكنش تضر لينا الصحه ديالنا. زريعه البسباس او الشمر، هذا نعم. اللي الان كل شيء كيتكلم عليه. نعم. الشمر هو زريعه البسباس، وكثير من الناس اليوم سمعتهم وسمعتكم كتستعملوا بعض المرات كاع كتنصحوا باستعمال وصفات، ولي سولتكم شنو هي هذا الاسم ديالها مثلا عندنا في الثقافه المغربيه ولا ما كيعرفوهاش الناس. زريعه البسباس اللي هي لي غرين دانيت، ولا نت كنعرفوه هو الشبات، هو اللي كيتستعمل ايضا في تحضير السلطات او الاطباق. نعم. اذا هذاك داك الوراق ديالو او يعني الزريعه ديالو، الزريعه. نعم. ديالو. نعم. هي زريعه البسباس او الشمر. نعم. ف ليش كيصلح بالضبط؟ شنو المنفعه ديالو؟ هو كتمشي اكثر في التعريف ديالو في الاسواق المغربيه او عند الناس اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال العطريه، فهو تسمى النافع البستاني. النافع البستاني. نعم. هو نفسه الشمر، هو ديال الشمر. نعم. وهما عائله واحده، فغادي نشوفوا الزريعه اللي غادي يجوا، فهي عائله واحده، عائله الميداليات، لي زابياسي. ابيا هي او ابياس بالاغريقيه هي ميداله. نعم. وكنلقاهم بحال الميدالات، بحال العائله ديال البشنيخه. دونك ملي كنشوفوهم في الطبيعه كنلقاو بحال الميداله دايرين دوك الازهار ديالها. وهنا الميزه ديال هذه العائله كامله ديال لي زابياسي هي كيعطيونا واحد الزيوت اساسيه مفيده جدا للجهاز الهضمي ديالنا. انك كتلقاها كتمشي مباشره للجهاز الهضمي، اذا الناس اللي عندهم عسر الهضم، الناس اللي عندهم الحموضه ديال المعده كبيره، الناس. وهذا الموضوع اللي تكلمنا عليه كثير في هذه الاسابيع الاخيره. نعم. خاصه قبل من حلول شهر رمضان، لانه مع الصيام كثير من الناس اللي كيوليو عندهم هذه المشاكل ديال الجهاز الهضمي. نعم بالفعل. ومساله اخرى عاوتاني هي ان هاد العائله كتصلح كذلك حتى للكبد، الناس اللي عندهم مشكل ديال الكبد، فهي كتعاون الصفراء ديال لابي باش كتفرز بواحد الطريقه طبيعيه، وهنا كتعطينا حمايه ووقايه للكبد ديالنا. الشمر ولا النافع البستاني كنمشيو او زريعه البسباس، فكنمشيو بها حتى معلقه كبيره في اليوم، ماشي مشكل. بغينا ناخذوها كدواء يعني كعلاج او مساعده في العلاج طبيعيا، فمعلقه صغيره ديالها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق وكنشربوه في اي وقيته بغينا في النهار ديال الصيام، يعني من المغرب حتى للسحور. ولكن بغينا ندخلوها في التغذيه، من الاحسن تيفرق الصيام الانسان ساعة ونص، فهي غتكون جميلة جدا. علاش؟ لأن غادي غترخيه، يعني غادي تنفسه، يعني تحيد لي هذيك التخمة وتعاون حتى الجهاز الهضمي باش يشتغل بطريقة طبيعية. بغينا ندخلوها في التغذية، فمعلقة كبيرة كافية أننا ندخلوها في التغذية ديالنا. الأطفال يمكن لهم ياخذوها، ما كاينش مشكل، ما عندناش ما عندهاش أضر مضرة. دائما كنقولوا الأطفال من 5 سنين فما فوق. إيه. وهذه غتكون إن شاء الله فائدة مزيانة. إذا الشمر أو زريعة البسباس، هنا يا دكتور عماد كتقول لنا كيفاش نستافدوا منها. واش هناك ناس اللي ما يقدروش ياخذوها، مثلا الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي أو الناس اللي عندهم مثلا مشاكل ديال الغدة الدرقية؟ نعم. فهنا هاد
هاد الزرارع كاملين اللي ذكرنا حتى لحد الان ما كاينش فيها تاثير على لا طونسيون او كطلع الضغط، بالعكس هادو كلها مفيده جدا للضغط وكيتماشى مع الناس وحتى الناس اللي عندهم امراض مزمنه فما كاينش مشكل يستعملوا. اذا غنتكلموا ايضا على الماده الثامنه في هاد اللائحه ديالنا اللي فيها 10 ديال انواع الزرارع، الحبه السوداء او حبه البركه اللي الاسم ديالها الفرنسي هي لانيجيل، شنو منافعها وكيفاش كتستعمل؟ لانيجيل يعني بزاف الناس كيخلطوها، فهنا الشانوج اللي انك لاحظت مازال الناس كتستعمل الشانوج في الخبز ومازال الناس كطيب الشانوج في الخبز، ومني كنعطيو درجه الحراره الشانوج فيه لو سيانور اللي عنده تاثير خطير على الجسم ديالنا، وهادشي اللي غادي نشوفو من بعد ان شاء الله بعد الفاصل. من بعد الفاصل غادي نبقاو معكم في هذه الماده هذه. مرحبا بكل اسئلتكم، اتصلوا بنا الان على رقم الاستوديو او بعثوا لنا سؤال عبر الصفحه الرسميه سناء الزعيم اصوات عبر الفيسبوك. تحيه لكم اكثر من نصف مليون من المشاركين، تحيه طيبه لكم، شكرا على الثقه اللي كتوضعوا فينا، وايضا عبر الحساب ديالي على الانستغرام سناء الزعيم اوفيسيال، كل طرق تؤدي الى راديو اصوات والى برنامجكم حديث ومغزل. خليكم معنا من بعد الفاصل للحديث بقيه اللي كنتكلموا عليها اليوم باش نقربكم اكثر من منافعها الغذائيه وطريقه الاستعمال ديالها والاستفاده منها في شهر الصيام. شفنا الزنجلان الابيض والاسود، شفنا زريعه الكتان، زريعه الشيا، زريعه البيضاء، وزريعه القرعه الحمراء، زريعه الكحله، الخشخاش، زريعه البسباس او الشمر، وكذلك الحبه السوداء او حبه البركه واللي مازال للاسف يعني في المواقع، كثير من المواقع مازال كتخلط بالسانوج. السانوج اللي كيأكد دكتور عماد انه ما خصكمش تبقاو تستعملوه لانه مضر وسام بالصحه. علاش دكتور عماد؟ نعم، لان فيه ماده خطيره اللي هو السم، سم ديال الافعى هو لوسيانور، ومني كنخلطوا الكثير من هاد السانوج مع الاسف اللي كيتعطى لوليدات الصغار على اساس باش يعاونهم على التنفس اذا كان عندهم واحد الضيق في التنفس ولا كانوا ضربهم البرد. فالتركيز ديال هذا السيانور هذا في الجهاز العصبي ديالنا كيعطينا واحد الكبح ديالو، ومن بعد كيمكن يعطينا مضاعفات. نعم. على الدماغ ديالنا. فاما الحبه السوداء او حبه البركه فهي دائما كنقولوا دايره بحال عديسات، كيكون زجاجيين ملي كنقيسهم بحال الزجاج قاصحين، وكتكون عندها واحد الرائحه مميزه ديالها. نعم. فهي هذيك حبه البركه ولا نيجي هذه اللي فيها مزايا كبيره، فيها لاكفيرسيتين. لاكفيرسيتين ماده مضادة للطفيليات، مادة كتقوي لينا المناعة ديالنا، ومادة اللي كتعاون في الاشتغال السليم ديال عدة غدة في الدس ديالنا. فكما تحدث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أنها علاج للعديد من الداءات. هذه الحبه السوداء. نعم، الا السم اللي هو الموت. فهنا كنشوفوا الفائده ديال هاد الحبه كيفاش منذ القدم كانت كتستعمل. داكشي علاش كتسمى حبه البركه. نعم. ولكن ما نخلطوهاش مع السانوج، كنعاودوا ناكدوا، والحضره تعلم الغيبه، وصلوا هاد المعلومه والله يجعلها صدقه جاريه عليكم يا رب. غادي نوصلوا الان الماده التاسعه اللي هي النافع. نعم. او اللي ينسون بالفرنسيه لانيس. لانيس فوالا، لانيس او النافع اللي عندنا حنا كما كنسميوه النافع البلدي. فهضرنا على الشمر اللي هو الزريعه ديال البسباس، ولكن مستورد لان كيجي من الاسبان وكيجي من دول اخرى مشرقيه. نعم. وكاين البسباس ديالنا البلدي اللي هو كناخذوا منه هذا النافع البلدي. نعم. واللي التركيز ديالو اكثر. وهذا لانيس اللي فيه ماده لانيتول. لانيتول اللي هي ماده مهمه جدا، قلنا الجهاز الهضمي ديالنا. نعم. والمهم والاهم في النافع البلدي انه مضاد للغازات من الدرجه الاولى، يعني الا استعملناه كمضاد للغازات بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل الغازات، وكيصلح كذلك حتى الناس اللي عندهم مشكل ديال القولون العصبي او بومزوي، فهو من المواد المهمة جدا. إذا النافع أو اليانسون كيفاش الإنسان يستعمله ويستفد منه في شهر الصيام؟ فالشرب ديالو معلقة صغيرة في كاس صغير ديال الماء المغلى، معلقة صغيرة اللي كتمشي في قيمة 10 غرام. نعم. فأنا هذه القيمة المعيار الصيدلي ديالو. والاستعمال ديالو بهذه الطريقه. أيه. يمكننا ناخذوه حتى لجوج المرات في الشهر ديال الصيام، ماشي مشكل. نعم. يعني ناخذوه ساعه مورا الفطور، ونقدروا ناخذوه نص ساعه من بعد السحور. أيه. من بعد الانسان ما ياخذ شي حاجه في السحور، فتا هي غادي تكون مساله يعني مهمه جدا للصحه. أه. والاستعمال ديالو غادي يكون امن ان شاء الله. طيب، على ذكر حبه البركه سهيله كتقول لنا انه هي كتعمل، واش حبه البركه كتساعد
كتساعد الام المرضع على وفره الحليب الطبيعي. كتساعد كتعاون وحبت البركه مزيانه للمراه اللي مزيانه اللي كترضع. نعم يعني المراه تستعملها وهي مازال حبلها ولا حتى تولد؟ لا حتى تولد. فاحنا دائما النساء الحوامل كنقول لهم او الاخوات الحوامل فكنقول لهم يتجنبوا اي ماده من المواد الطبيعيه كيف ما كانت يعني الا للضروره. أه. باش نحاولوا ما ناثروش على الحمل حيت واخا كيفاش تستعملها؟ الاستعمال ديالها فهي معلقه صغيره، من الاحسن هي بغات يعني تكون مديره للحليب كما كنقولوا حنايا، فغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال حبات البركه مطحونه مغربله ونديروها في واحد الحسوه ديال الشعير بالحليب غتكون احسن. والحسوه ديال الشعير بالحليب ونخلطوا مع واحد المعلقه صغيره ديال الحبه السوداء مطحونه مغربله مره واحده في اليوم وغادي تعطي نتيجه ان شاء الله. اذا هذه وصفه رائعه كنعاود نذكر بها لكل النساء المرضعات اللي كيبغيو الحليب يطلع بشكل طبيعي، مغذيه لك ومغذيه للرضيع والطفل ديالك. الله يطرح البركه. نعاودوا دكتور عماد، حبه البركه او الحبه السوداء نعم مطحونه مغربله كيفاش السيده توجدها؟ واش كيخصها تغسل ومن بعد تنشف؟ فهي كتكون بحال عديسات زجاجين يعني ساهلين في الغسيل ديالهم، كنشفوهم. نعم. كناخذهم معلقه صغيره كنطحنوهم، فكاينين دوك الطحانات القهوه اللي كيكونوا دابا في البيت صغار، كنطحنوا فيهم هذيك الكميه كتولي بودره غبره نغربلوها مزيان وناخذوا معلقه صغيره ديالها كنديروها في واحد السلافه في امبول يعني واحد السلافه ديال الشعير بالحليب ونخلطوها معاه وناخذوها، فالمذاق جميل وكذلك الفائده جميله اكثر. النافع على ذكر النساء المرضعات كنعرفوا الوليدات حديثي الولاده اللي كيكونوا يلاه تزادوا كيجيهم ليكوليكا وداك الحريق ديال المصارن ديالهم خاصه خلال 3 شهور الاولى. واليوم كثير من النساء اللي كياخذوا هما كيشربوا داك الماء اللي كيكون مغلي فيه الكمون الصوفي الدافع البستاني. وكاين ايضا واحد الماده ثالثه اللي كتستعمل في دوك الكميمسات اللي كتنقص من الحريق ديال المصارن عند حديثي الولاده. شنو هي دكتور عماد؟ كتكون لويزا كتكون حاضره كذلك في المساله. الكمون العادي كيكون حاضر ماشي الكمون الصوفي؟ لا الكمون الصوفي كيزيدوا شويه ديال الكمون واخا والنافع والنافع. نعم هذه مزيانه حتى هي مزيانه، غير هو ما نستعملوهاش دائما يعني ماشي كل يوم فوالا، غير كاسعاف اولي ولكن واحد المره في الشهر. الى الام المرضع هي اللي شربتها وتدوز في الحليب ماشي مشكل، احسن من انه نعطيوها مباشره للرضيع. اذا غادي نوصلوا نهضروا على الماده العاشره والاخيره اللي هي حبه حلاوه. نعم حبه حلاوه اللي هي كذلك بحالها بحال النافع، وحتى هي كتسمى لانيس او اليانسون حتى هي كتدخل فيهم. حتى هما من نفس الاصل يعني من نفس الفصيله ونفس الفائده، فاحنا بحال غادي نديروا واحد الترتيب ديال الفائده. فكنبداو بالنافع البلدي ديالنا هو اول واحد المرتبه الاولى. نعم كيتبعوا حبه حلاوه وعاد كيتبعوا الشمر، فيعني اللي توفر عندكم في الدار فهذه هي الترتيب ديال الفائده ديال الاستعمال. مازال غادي نرجع ونطرح عليك ايضا اسئله للناس اللي عندهم مشاكل المفاصل وحريق الركبه وحريق المفاصل. كيستعملوا وسمعوا انه هناك وصفات كثيره اللي فيها مثلا الشمر او غيرها من هذه البذور لانها صحيه، واش كتفق دكتور عماد او لا؟ فالشمر هنا ما كنشوفوش الفائده ديالو يعني في العظام او المفاصل، غير هو عنده فائده. علاش؟ الا كان كيصلاح الجهاز الهضمي ديالنا شنو كيعاون؟ كيعاون الاستفاده من المواد اللي كتدخل للداس ديالنا، لان كان الالم ديال المفاصل ملي كيجي من واحد الخلل في التغذيه، ان ما كنستافدوش من شي مكونات مهمه في الداس، واخا الانسان كياكل ما كيستافدش. فهذاك الشمر الا استعملناه او النافع البلدي او حبه حلاوه او الباديان فتيار من العائله ديالهم تا هما فيهم كاملين فيهم لانيتول، فهنا كيخليو الجهاز الهضمي يتصفى ويشتغل بطريقه طبيعيه ونستافدوا من المواد اللي كتكون عندنا في الداس. اذا كيكون بحال غنقولوا كيأثر بواحد الطريقه غير مباشره، يعني بحال كيساعدوا على امتصاص كل ما هو صحي وكيلصقوا على العظام وكيستافد منه الجسم الانسان. كنرحبوا باسئلتكم مستمعينا مباشره على راديو اصوات. معنا لمياء من مكناس. السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا بك لمياء، مرحبا وتحيه للناس ديال مكناس. بارك الله فيك، رمضان كريم ليك وللدكتور عماد. الله يبارك فيك. شكرا على هذه الاستفاده اللي كنستافدوا معكم سورتو الصباح على الدراري، راكم شحال الحوايج كنجهلوها في الحقيقه. ونتمنوا فعلا انه المعلومه توصل وانكم تساهموا في نشر هذه المعلومات. الله يبارك فيك. مرحبا لمياء، مرحبا. شنو السؤال؟ السؤال ولكن خارج شويه على مرحبا التغذيه الدكتور اذا كان ممكن. اييه بغيت نسولو على البكبوكه او اللي معروف عليها بتا الغوده.
بالنسبه لهذا الغداء واش هي ماده غذائيه يمكننا نتناولها بلا مشاكل؟ واذا كانت كتكال يعني شنو الطريقه الصحيحه باش نستعملوها او نستهلكوها؟ وعندي واحد السؤال اخر علاقه مع الغده الدرقيه، مع قريت بزاف وسمعت بزاف بانها كتقد الهرمونات ديال الغده الدرقيه، وصحيح او ماشي صحيح؟ نعم شكرا جزيلا. مرحبا بكل فرح اختي، وهذا البكبوكه اللي دارت واحد الضجه الاشهر الاخيره في زياده الوزن، غير هو البكبوكه الاستعمال المفرط ديالها كيضر بالكبد وكيضر بالجهاز العصبي، جوج حوايج، لان هي فيها واحد المواد اللي شبيهه بالمستقبلات اللي كتكون عندنا في المستوى ديال الجهاز العصبي ديالنا، وكتقدر تعطينا مضاعفات. عاد المضاعفات الاخرى اللي هي كتحيد لنا داك الغشاء اللي كيعطينا وقايه على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالنا، فهنا ما كننصحش باستعمال البكبوكه لزياده الوزن، ونستعملوا امور اخرى اللي هي وكان السؤال ديال لمياء هو واش البكبوكه او الغوده مزيانه للغده الدرقيه؟ فإلا هضرنا على المضره ديال الداس ديالنا فإلا خديناها، وخاصه الناس كتطول في الاستعمال ديالها، فمباشره ما تاثر لنا على الغده الدرقيه، لان الغده الدرقيه واحد الغده اللي حساسه جدا. اذا الناس اللي عندهم الغده الدرقيه، هذه رساله، تجنبوا اي حاجه من النباتات كيف ما كانت، اي وصفه كيف ما كانت ما تستعملوهاش، لانها كتولي حساسه جدا، لان اي حاجه غطيح فيها ماشي هي هذيك او سامه كيمكن تؤدي للسرطان، لانها كتولي حساسه كما كنقول ايبر سنسيبل. فالغده الدرقيه ادويه كتخد يوميا في الصباح او في الوقيته اللي كتاخذوها، تغذيه واحد الريجيم ديال التغذيه كيعطيه لنا الطبيب ديالنا، صافي وكنبقاو غاديين هكا والامور كتكون على احسن ما يرام، غير ما تحبسوش الدواء. اذا واش عندك شي وصفه باش تنصح لمياء اللي عندها مشكل الغده الدرقيه او الناس اللي كيعالجوا على الغده الدرقيه دكتور؟ فالغده الدرقيه الاكثار من التغذيه المتوازنه، خاصه الخضر اللي فيها اللي هي عباره على الياف، من احنا كنعرفوا العاده ان خصنا ناخذوا المنتوجات ديال البحر ولا لاسبيرولين نقدروا ناخذوها كماده اللي مساعده بالنسبه للناس اللي عندهم المشكل ديال الغده الدرقيه. علاش؟ نعم. لان فيها هي اليود ماغا او فيها داك اليود البحري اللي مهم جدا، حتى هو كيعطي واحد التنشيط للغده الدرقيه. خديجه معنا من الدار البيضاء، صباح الخير، تحيه لك لمياء من مكناس وما يكون باس. خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى، مبروك عليكم هذا الشهر. الله يبارك فيك يا خديجة، تحية لك والناس الدار البيضاء. شنو سؤالك؟ حتى واحد نسول الدكتور على واحد، قالوا لي ديري خضرني المعدة، قالوا لي ديري اللبن والعرعر والدباغ، واش مزيانين ولا لا؟ قال لي حلطهم وعاودي شربيهم. وكضرك المعدة؟ كضرني المعدة. نعم. كيجيني بحال الحريق شوية في المعدة. الدباغ بعدا، الدباغ بعدا ماده سامه ما خصناش ناخذوها. الدباغ الا خديناه وشربناه، شنو هو الدباغ؟ هو مكون كيميائي كيستعملوه في الصباغه، كيستعملوه في يعني في بزاف ديال الامور قديما. العرعر طبعا هو المستخلص من العرعر، فوالا لو جونيفغي، ولكن العرعر ما كنصحش الشرب ديالو. علاش؟ لان كيطلع التونسيون وكيمكن يعطينا مضاعفات على الكلاوي ديالنا. فالمعده الا كضرك المعده بزاف بعدا خصك تشوفي الطبيب، تشوفي المشكل شنو هو، لان في بعض الحالات كيكون تعفنات او كتكون جرثومه الحلزونيه او جرثومه المعده هي اللي كتكون هي السبب. واخا تاخذي اللي خديتي في الاعشاب ما غاديش يعاون. الاعشاب اللي يمكن تستعملي، غتاخذي نص معلقه صغيره ديال الزعتره، هذه لي كل جميع الاخوات اللي كيسمعوا لنا اللي عندهم المشكل ديال المعده وحرقه المعده، نص معلقه صغيره ديال الزعتره ونص معلقه صغيره ديال النافع اللي هضرنا عليه، النافع البلدي. دكتور عماد. نعم. هنا نص معلقه صغيره ديال الزعتره ماشي الزعتر. نعم. والزعتره هي بالفرنسيه لوتان. فوالا لوتان، لان فيه لوتيمول، هذا لوتيمول هو الماده الاساسيه اللي كتهبط لنا الحموضه. نعم. نص معلقه صغيره ديال الزعتره ونص معلقه صغيره ديال النافع البلدي، نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، وكنشربوها الساعه مورا الفطور، كنداوموا عليها ديما هاد الوصفه هادي، وان شاء الله غادي تعطينا نتيجه ان شاء الله. ما يكون باس. معنا مريم، اهلا بك مريم من سطات. السلام عليكم. كبيرة. الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضل شنو سؤالك؟ دكتور عماد. بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. انا عندي مشكل، انا عندي ما كنزيدش في الوزن كثير، في هذا الشهر ديال رمضان كنقص بزاف كاع. وما عنديش الشرب. نعم. ما كتزيديش في الوزن ديالك؟ لا.
وعندي ايضا سؤال ديال شيماء اللي كتقول انها كتعاني من نحافه من ديما ما عمرها قدرات تزيد في الوزن ودابا كترضع ومازال عندها نحافه، واش ممكن شي وصفه سريعه؟ اذا شنو نصيحتك لكاع البنات اللي عندهم مشكل لهاد النحافه المفرطه والسيدات كذلك؟ نعم، فاول حاجه بعدا خصنا نشوفوا المشكل شنو هو من النحافه. اذا حتى الطبيب كيقولنا ما عندناش شي مشكل صحي، لان الا كان مشكل صحي كيتعالج بعلاجات وبادويه. المساعده في زياده الوزن بطريقه طبيعيه، لك الانسان ما كيعاني حتى شي مرض مزمن، فغادي ناخذ معلقه صغيره ديال الحبق بلدي، البازيليك فوالا، وغادي ناخذ ورقه ديال الويزه، معلقه صغيره ديال الحبق البلدي ورقه ديال الويزه. الحبق البلدي يكون طري ولا يكون مجفف ومطحون؟ يكون يابس ما يكونش مطحون، يكون غير مهرمش. يابس مهرمش، ناخذ معلقه صغيره ورقه ديال الويزه. عندنا لا بازيلين ولا فيربين، لا فيربين هادو جوج ديال المواد الى دخلوا للدس ديالنا كيرفعوا لنا من الشهيه وكيعاونوا الدس ديالنا باش كتولي يعني كتاخذ التغذيه ديالها بطريقه طبيعيه ونداوموا عليها. اكيد شويه دابا مع الصيام فوقاش غادي ناخذوها، يفرقوا الصيام شويه، يفرقوا الصيام شي حاجه خفيفه ويشربوا هاد لاتيزان واحد نص ساعه، ومن بعد الا بغاو يتغداو. اصلا الانسان يفطروا عفوا فالناس اللي كتكون عندهم النحافه كتكون مسقومين، عندهم واحد السقمه شويه كياكلوا غير شويه كيتسقموا في الفطور، فياخذوا هاد لاتيزان ويتسناو، من بعد راه الشهيه كتفتح. واش هاد المشروب يصلح ايضا للناس المسنين اللي كتكون ناقصه عندهم شهيه بزاف؟ حتى هو يصلح لهم، وخاصه انه ما كياثرش مع الضغط، فهنا مزيان انه اصلا كيوازن الضغط ويمكن لهم ياخذوا. اذا معلقه صغيره ديال الحبق او البازيليك زائد ورقه ديال الويزه. نعم في كاس صغير ديال الماء مغلي. الحبق طبعا اللي كيتسمى في المشرق الريحان. فاطمه من زاكوره، السلام عليكم. دائما جميع احنا معكم مباشره على راديو اصوات، اهلا بك وبرنامج حديث ومغزل. تفضلي فاطمه، شنو السؤال ديالك؟ مازال لي 5 ديال الدقائق. بغيت نسول دكتور على المعده، الله يرحم والديك. مشيت للطبيب قال لي عندي المعده مسلوقه وقال لي ما تشربيش العشوب. وانا زول حيدت المرارة، ما نعرف زعماش من داك الشيء ولا من ما. كيفاش؟ ولكن وشنو عطاك شي دواء تاخذيه؟ لا ما عطانيش الدواء، قال لي غير ما تشربيش العشوب. اي العشوب دابا وقال لك عندي الحموضيه بزاف. مشكل اللي سمعناه مرارا كيتعاود وكيعانيو منه كثير الناس، واش هادشي كيتزاد عليك في شهر رمضان؟ بزاف. نعم دكتور عماد. فهنا غادي ندير واحد الوصفه بحال واحد الكمادات، بحال واحد البونسمون، بحال واحد يعني واحد الماده اللي غنديروها على المعده وتهمد لينا هذاك الحريق. فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الخروب مطحون، معلقه كبيره ديال النبق مطحون، وغادي نغربلوهم في الغربه الرقيق، وكنخلطوهم بربعه ديال العسل الحر، ولكن واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل. فنخلطوا هاد المكونات كاملين ونوليو ناخذوا معلقه صغيره بين الفطور والعشاء وبين العشاء والسحور. نعم. اذا ناخذوا معلقه صغيره ديال هاد المكون هذا او ديال هاد الوصفه هذه ونداوموا عليها. هنا علاش؟ لان النبق والخروب كيعطيونا واحد 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 السيليكون طبيعي، والسيليكا يعني هذاك واحد الماده كتسمى السيليكا. هذه الماده هذه كتطلع على المعده ديالنا وكتحميها من واخا كيخرج الحمض، كتعطينا واحد الحمايه. ومع المده هذاك العسل الحر اللي خلطناه معهم كيولي كيجبر لينا دوك الجروح اللي عندنا لداخل في المعده، ومع المده هذا الحريق هذا ما كيبقاش. خاصه ان الحاله ديال الاخت ديالنا قال لها ما عطاهاش الدواء، اذا هنا راه ما وصلتش لديك الدرجه المزمنه الخطيره جدا اللي غتستعمل فيها ادويه، فهذه غادي تكون ان شاء الله كمساعده لهذا المشكل. وهنا ما تاخذش نهائيا الاعشاب، طبعا كتاكد نصيحه ديال الدكتور ديالها ياك. اكيد بالفعل، لان الاعشاب كيكونوا ضارين للمعده. يلا غادي نمشيو الان لاكادير، معنا فاطمه. تحية للناس ديال سوس، مرحبا. الو السلام عليكم فاطمة. اختي لاباس بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. شنو سؤالك؟ الله يخليك. بغيت نسول الدكتور، انا عندي واحد الحساس باليمن عديتي 5 سنين ولا 6 سنين وانا تنعاني منه، ما خليت درت الترويض، ما خليت يهود ليا الحريق، نسيت العنق ديالي يشدني الكتف حتى ليدي، وتنسرحى وتنعيا، درت الدواء درت الترويض ما خليت ما درت. عندي مشكل دابا ما عرفتش، بغيت الدكتور يعطيني شي. واخا الحريق هذا، الحريق هذا ديال اللي عندك في الكتف، واش حريق بحال التهاب كتحسي بالحريق، ولا كتحسي يعني بحال شي حاجه كتغرز في هذاك الكتف ديالك؟ يعني كيفاش هذا الحريق هذا اللي كتحسي به في الكتف؟ شي حاجه تتغرز كانت شحال هذه قبل ما يشدني الكتف.
فيني ولكن دابا مشكل ولا عندي تيشدني من تحت داك العنف عندي تيهود لي يدي صافي يدي تتعيا كاس ما بقيتش نقدر نغسلو بيها. كتعصبي شويه كتعصبي؟ كتعصبي بزاف فهذا هو نعم هذا من المشاكل اللي كيكون فيهم التوتر العصبي فغادي تاخذي شوف لكل جميع الاخوات اللي كيوقع لهم التشنجات بعض العصب فغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي لا ميليس ومعلقه صغيره ديال مرد الدوش لا مارجولين اذا معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي معلقه صغيره ديال مرد الدوش كنزيدوا لهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق كنخليوه 10 دقائق كنصفيوه وكنشربوه كل ليله كداوموا عليه ما كتقطعوهش هذا الشرب الحريق والالتهابات اللي كتكون عندنا على المستوى ديال 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 يعني الكتف او المفاصل ديالنا فنديروا الوصفه اللي كنعطي دائما اللي كناخذوا فيها كافوره بلديه معلقه صغيره ديال الزعتر معلقه صغيره ديال الزعتره كنديرهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون كنحطوا هذا الخليط فوق النار حتى كتطلع الغليه الاولانيه من بعد كنخليوه ليله كنصفيوه وهذيك الزيت ديك الزويته اللي كنحصلوا عليها كنوليو كناخذوا شويه منها وكندهنوه غير كندهنوه ما كنماصيوش بالشاد نعم. كندهنوه في البلايص اللي عندنا فيهم هاد الالتهابات وكنباتوا بها ما يكون بس عندك فاطمه من اكادير وفعلا هاد الحريق هذا ديال الكتف ماشي سهل ولكن ضروري خصك تمشي للطبيب هذا بدون ما ضروري نعم. ضروري نعم. كاين واحد المشكل اللي كيتسمى لي بول جولي او كيكون عنده ايضا مشكل ديال لا كابسوليت ولا يعني كيكون داك العظم اللي محوري على مستوى الكتف تيكون تضغط او كيكون فيه التهاب وهذا الشيء اللي كيؤدي الحريق وهذا الشيء ما يقدر يعرفه الا طبيب اختصاصي بالاشعه بلا راديو فما يكون عندك بس ان شاء الله فاطمه غادي ناخذ سؤال اخير مباشره عفاف اهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام صباح ماشي صباح الخير لانه حنا دابا الوحده مرحبا شنو سؤالك للدكتور عماد من الدار البيضاء دكتور عماد انا ناضو ليا واحد بحال دوابر حمرين في وجهي من في لابوبيير وحتى في حدا ودنيه وكيتقشروا مشيت نيت واحد كان جو مشيت عند ديرماتو ابخي حتى داكشي ما تحيدش خرجت ليا واحد ان كورتيكويد على شكل كريم يعني دهنته في وجهي مني سالي دابا تخيطمون علي يدخل رمضان دابا تقريبا هاد دو جوغ عاوتاني رجع ليا نفس المشكل واخا مورا ما كتاخذي شي حاجه مورا كتاخذي شي حاجه ولا شنو؟ لا انا كان شحال هادي كان باغ فوا كينوض ليا بحال دابا كنبرد بزاف ومشيت عندك الحساسيه؟ لا ما عندي حساسيه ديال حتى شي حاجه فضروري خصك ترجعي للطبيب لان هاد البقعه هادو اللي كتبان بهذه الطريقه فكاين جوج حوايج يا اما كيكون تعفن في الداخل ديال الداس ديالنا يا اما حساسيه ديال شي حاجه خديتيها او كليتيها فهادي هو اللي كيمكن يبين لنا هاد المساله فجوج ديال الحوايج لا الاولى ولا الثانيه ضروري كيخصها بعض الادويه دي زونتي هيستامينيك يعني مضادات الحساسيه او مضادات الميكروبات وعاد كندهنوا بعض الكريمات المساعده فغادي نقول لك غتاخذي واحد المعلقه كبيره ديال زيت البابونش وغتاخذي معلقه كبيره ديال زيت الزعتر فهنا عطيتك زيت مضاد للطفيليات وزيت مضاد للحساسيه فمعلقه كبيره ديال زيت البابونج تخلطيها مع معلقه كبيره ديال زيت الزعتر شويه منها تبداي تدهنيها في دوك البلايصات اللي عندك فيهم هاد لي طاش بحال هادو بواحد الماساج خفيف كل ليله وداومي عليها وان شاء الله الامور غتكون بخير دكتور عماد باش نختموا معك حصة اليوم غادي نرجعوا للأسئلة اللي عندها علاقة أيضا بالصحة أسئلة اللي كناخدوها من الصفحة الرسمية ديالنا الفيسبوك سناء الزعيم أسواس تحية لكم ومرحبا بكل أسئلتكم واش ممكن الناس يديروا خليط ديال هاد الأنواع الزرارع اللي تكلمنا عليها أكيد هذا السؤال الأول فنعم يمكن لهم يديروا خليط يديروا نص معلقة صغيرة من كل نوع ديال الزريعات وخلطوهم فغتعطيهم كمية مناسبة وهنا غادي ياخذوا معلقه كبيره حتى جوج معالق كبار من هذا الخليط ويستعملوه في كيلو ديال العجين. فاطمة الزهراء كطلب منا وصفه لتعرق الارجل الزائد عند الرجل وكذلك كتسولنا على وصفه للالام ديال الركابي والبروده. نعم. وهذا سؤال اللي كيرجع نبداو بالالم ديال الركبه. نعم فالالم ديال الركبه غادي نديروا الوصفه اللي هضرنا عليها ديال الكافوره بلديه معلقه صغيره ديال الزعتر يابس معلقه صغيره ديال الزعتره يابسه. كنديرهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون كنحطهم فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولى كنخليهم ليله وكنصفيو هذا الخليط وديك الزيت كنوليو كندهنوا بها البلايص اللي عندنا فيهم هذا الحريق زائد المرافقه الطبيه فضروريه باش نعرفوا المشكل ديال هذا الحريق هذا ديال الركابي هذا من جهه من جهه اخرى مشكل تعرق المفرط نعم التعرق المفرط غادي نديروا واحد الوصفه للاقدام واحد حمام اقدام غنديروا فيه جوج عريشات ديال النعناع غادي نديروا فيه معلقه كبيره ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال الخزامه
معلقه صغيره ديال الخسامه، جوج عريشات ديال النعناع، ومعلقه كبيره ديال الزعتر. كنديرهم في نص لتر ديال الماء حتى كيطبخ مزيان وكيعقد. كنديروا هذا الخليط هذا في واحد القريعه، كنوليو كناخذوا نص كاس صغير من هذا الخليط وكنديروه في واحد الطويصه صغيره يعني ديال الوضوء اللي كتكون فيها الماء مغلي. نخلطوا هذا الخليط هذا كامل او نديروه في واحد البانيو فاش يمكن الانسان يحط الاقدام ديالو، غير هو شحال ما كان الاستحمال ديال درجه الحراره اللي يعني شحال ما كان سخون شحال ما غيكون مزيان، كنحطوا فيه الارجل ديالنا وكنخليوه حتى كيبرد. فاطمه من فرنسا كتسولنا دكتور، عندها المشكل ديال لاسبولودو مي جالي او لاغات كونفلي، عندها مشكل ديال الانتفاخ لاغات هي البنكرياس. هي البنكرياس عندها مشكل ديال البنكرياس. انا بغيت نترجمها لاغات هي ماشي المراره، هي الطيحان فوالا، عندها مشكل. فهذا كيكون دائما عنده علاقه بالبنكرياس في الجسم. نعم اكيد، وهذا عنده علاقه بمساله هرمونيه ولا مساله كتكون عندها التهابات في الكبد كذلك، حتى هي يمكن تعطينا هذا المشكل هذا. كتسولنا واش ممكن تستعمل الزرارع؟ ماشي مشكل تستعملهم، فماشي ضارين، غير هو من الاحسن غادي نقول لها تجنب الزريعه ديال الخشخاش ما تاخذهاش، اما الزرار الاخرين فكلهم يمكن لهم تاخذهم. عفيفه كتسولنا على الوصفه اللي عطيتي دكتور عماد ديال الخروب والنبك باش تعوض العسل. فالعسل هنا خص العسل، لان الا درنا ماده اخرى غتعطينا الحموضه، فالعسل هو اللي خصنا نستعمله ولا نسفوهم هكاك. يعني هذه هي النصيحه. نعم. بالنسبه للزرارع اللي عطينا اليوم، واش عندك شي وصفه اللي غادي تعطينا بها او طريقه لاستعمالها دكتور عماد؟ فقلنا ان الزرارع يمكننا نخلطوهم بهذيك الطريقه، ومن الاحسن انا كنقول غادي نخلطوا نص معلقه صغيره من هاد الزرارع هادو اللي ذكرنا، ونحمروهم شويه، نديرهم يسخنوا شويه، يعني بحال غادي نحمصوهم، وهنا كنحافظوا عليهم فواحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، وهكا غادي نوليو كنستعملوا شويه من هذا الخليط هذا او معلقه صغيره منه باش نديروه في الف. مازال لنا جوج دقائق غادي نرجع نجاوب على اسئله اخرى من الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك. ملاك كريمه كتسول دكتور على الوصفه ديال العسل اللي فيه قشور رمان مطحون، واش صالح للمعده ومشاكل المعده؟ صالح، ونزيدوا عليه الخروب ونزيدوا عليه النبك وغادي تكون وصفه جميله. مريم كتسولنا واش ممكن تعطيهم حمام للفم او لشلل الفم اللي فيه الباديان؟ فغادي ناخذوا جوج باديانات نزيدوا عليهم عويد ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال اليزير، اذا غنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، كنديروه يطبخ في كاس كبير ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان ويعقد، نديروه في واحد القريعه بحال القريعه ديال السيرو، نوليو ناخذوا شويه من هذا الخليط هذا ونشللوا به الفم ديالنا من بعد ما كنغسلوا الاسنان ديالنا. نعم. ناديه كتقول لنا واش الوصفه اللي عطينا اللي زياده في الوزن عند الناس اللي عندهم مشكل النحافه واش مزيانه للناس اللي عندهم مشكل ديال الكيلي او الكلاوي؟ فالكيلي ما عندها علاقه بالنحافه، فالكيلي من الناس اللي ممنوع منعا كليا استعمال الاعشاب. لا، واش اذا يستعملوا الوصفه اللي عطيتي ضد النحافه؟ نعم، واش يمكن للناس اللي عندهم الكلاوي يستعملوها؟ فهنا ما يستعملوش الناس اللي عندهم الكلاوي، نحاولوا نتجنبوا الاستعمال ديال الاعشاب عند الناس اللي كيكون عندهم هذه المشاكل ديال الكلاوي. هناك اسئله على مشكل ديال لا دياغي دكتور عماد، شنو الحل؟ فالحل هنا في لا دياغي نشوفوا الاساس والسبب علاش، واذا كان مرض او تعفن بعد هذه اذا هنا كيخصنا نعالجوه بالعلاج، اذا كان عابر فهنا يمكن ناخذوا معلقه كبيره ديال الكمون وناخذوا معلقه صغيره ديال الزعتر، نخلطوا هاد المكونات، كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى حتى كيطلق مزيان، وكنشربوا هاد الخليط هذا، كنداوموا عليه حتى كنحسوا ان الامساك لا دياغي ما بقاتش. عندنا ايضا سكينه اللي كتسولنا على الام ديالها اللي عندها البروده في ركبيها وما خلات حتى شي طبيب، فيها كذلك العروق في رجليها وبغات شي وصفه للمساعده. فهنا ناخذوا واحد الزيت، نديروا زيت الحبق، زيت الحبق جميله جدا فيها لابازيلين، كناخذوا شويه منها وكندهنوها في الاماكن اللي عندنا فيهم هاد المشكل هذا، فهي كتعاون كمساعده للارتخاء. عندنا ايضا فاتي فلوغ كتحس بالحراره في الجسم ديالها، واش كاين شي حل لارتفاع هذه الحراره اللي كتجيها بالدوره الشهريه ديالها؟ اذا هنا واش الدوره الشهريه كتقدر تزيد الحراره في الجسم ديال المراه؟ تعطي تحولات حراريه، لان هادو كما كنقولوا حنا التغيرات الهرمونيه كيمكن دير بزاف ديال الاعراض الجانبيه في التاس، وكل كل سيده عندها يعني الاعراض ديالها. فهنا غناخذوا ثلاثه الوريقات ديال السلميه
وورقه ديال سيدنا موسى، ثلاثه الورقات السلميه وورقه سيدنا موسى، وكنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، ومن بعد كنشربوه كل ليله خمسه ايام قبل الدوره الشهريه، والا جات خلاص الدوره الشهريه فكنحبسوا هذه الوصفه هذه. نعم، ايضا بالنسبه للسيده اللي كانت كتقول لنا عندها الالم بالكتف، فاطمه من اكادير، هند كتبات كتقول ليها كان عندها نفس المشكل الالم بالكتف، ولقات بانه عندها نقص في الفيتامين دي، عالجته وبرات. فكنقولوا لكاع السيدات اللي عندهم مشكل الكتف يمشيوا طبعا عند اطباء اختصاصيين ويبحثوا على اصل المشكل باش ان شاء الله يلقاو العلاج الملائم. شكرا لك كثير دكتور عماد، كنذكر بانه هذا